بتدي فلوس للناس المتسولين في الشارع ولا لا؟ والله على حسب النظرة بتاعتي للشخص اللي قدامي دوت. لو راجل مثلا مش قادر يشتغل ساعتها بديه، اما لو لقيت راجل مثلا شاب مثلا في عمرنا لا ما تروح تشتغل انت وتطلع نفسك. مش كلهم متسولين زيدهم فلوس. لو حد كبير قوي في السن وتحس ان هو ما فيش حد معاه وهيصرف على نفسه ازاي غصب عنك لازم تدي. ساعتها بحس ان هم مش لا مستاهلوش قوي يعني. عندي لما نحب الخير يعني مش بحس ان هم محتاجين فلوس، بحس ان هم يعني واخدينها مهنه يجمعوا منها ربح وخلاص. مستلوح عليا بس مشينا في البلد عشان هنا بيكسبوا اكتر من الناس العاديه. والله لغايه فتره قريبه كان بيحصل احيانا بديهم مش لاي حد طبعا. بجيب بدي لبعض منهم حسب الطريقه اللي بيطلبوا بيها. لو هتدي فلوس للناس اللي في الشارع هتدي الراجل ولا الست؟ الشرط راجل ولا ست يعني ما تبقاش مرتبطه بحاجه يعني. يعني انا لقيت راجل محتاج بديله، ست كبيره مثلا رجلها وجعاها كده محتاجه بديها برضه. بس ان الست ممكن تستلوح اكتر في موضوع الفلوس دوت، لكن الراجل يعني مش هيكبر ان هو يعمل كده فيبقى اكيد محتاج يعني. لو هدي للست ما تفرقش معايا. عندي الستات عشان تقدر تشتغل وتجيب فلوس. يعني لو هدي فلوس وده نادرا ما يحصل مع الناس دي ممكن الست. لا انا بتعاطف مع الست اللي هي الكبيره اكتر. الاماكن الشعبيه دي الست، الاماكن الهاي قد الراجل، الست قد اكتر. الراجل اصلا لو يتحشم على روحه ما يمدش ايده عشان يتسول. بدي الراجل وبدي للست. ست لان الراجل انت طالما بصحتك وقادر تمشي وليه تشحت ما تروح تشتغل. اخر مره دفعتي فيها كام وكان الراجل ولا الست؟ اخر مره لا كان راجل. 5 جنيه اللي كانوا في جيبي. 20 جنيه وكانت واحده ست. 3 جنيه تقريبا. 6 جنيه. 5 جنيه. 5 جنيه مثلا. لا هو كان لطفل بس مش فاكره كام. لله ما اعطي اللي بيمينك وما تعرفش يسارك عن قديش تعطي يعني.